نروح بقى للفقرة المحببة لي يعني معظمنا إذا ما كانش كلنا، فقرة النوستالجيا. ليه محببة؟ لأن هي بتفكرنا بالأزمنة الحلوة وبالناس الحلوة وبالأسماء التقيلة وفترات توهج النادي الأهلي. زي النهاردة يوم 7 سبتمبر ولكن من عام 1960، ده كان يوم ميلاد كابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق في ثمانينيات القرن الماضي، اللعيب الحريف والخلوق. عمرنا ما سمعنا غير كل خير عن كابتن ربيع ياسين، وكان من الأسماء اللي تحسسك كده بثقة تبقى مطمن ان هو ضمن التشكيل. طبعا بنقول له كل سنة وانت طيب، ربنا يديك الصحة ويسعدك ايامك يا رب. طبعا كابتن ربيع ياسين ساهم مع كل زملائه في النادي الاهلي في ذلك الزمان في الفوز بسبع بطولات للدوري العام وزيها في كاس مصر، الى جانب بطولتين في بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري، ثلاث بطولات في بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس، بطولة في الكأس الافرو اسيوية. الحقيقة كثير من الانجازات. تعالوا نتعرف على جانب بسيط منها وجانب من مسيرة الكابتن ربيع ياسين الكروية من خلال هذا التقرير. اتفضل. ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين، ربيع ياسين. عندما تدير مؤشر البحث جوجل عن أهم وأبرز نجوم القلعة الحمراء والكرة المصرية عبر تاريخها، بالتأكيد سيكون اسم اللاعب الكبير ربيع ياسين من ضمن أفضل 10 أسماء على الأقل ارتدت قميص المارد الأحمر ومثلت منتخب الفراعنة في الكثير من المحافل القارية والعالمية. ولي مجدي وتعدي مجدي. ربيع ياسين جوه جول، جوه جول. ربيع ياسين نجم النادي الأهلي الكبير من مواليد 7 سبتمبر عام 1960 بمحافظة بني سويف. بدأ مشواره مع كرة القدم بمركز شباب الفشن، ثم لعب لنادي بني سويف إلى أن ضمه النادي الأهلي عام 1979، وسرعان ما تم تصعيده للفريق الأول على يد المدرب المجري الكبير هيدي كوتي. 12 عاماً بالتمام والكمال هي ملخص مسيرة عطاء لأفضل من لعب في الجانب الأيسر في تاريخ الكرة المصرية، حقق خلالهم كل البطولات المحلية والقارية، حيث ساهم في فوز الأهلي بسبع بطولات للدوري العام ومثلها في كأس مصر، بجانب نجاحه في الفوز مع قلعة الجزيرة بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري مرتين وثلاث مرات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، إضافة إلى لقب غالي للبطولة الأفرو أسيوية. سجل مع الأهلي 24 هدفا وكان أحد أهم العناصر في تشكيلة كل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر. دوليا مثل ربيع ياسين منتخب مصر في العديد من المناسبات، من أبرزها مشاركته في تأهل الفراعنة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1984، والفوز بكأس الأمم الإفريقية في القاهرة عام 1986، والحصول على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في كينيا عام 1987. ولعل الحدث الأهم والأبرز هو التأهل مع كتيبة الجنرال الجوهري لنهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990. عمل ربيع ياسين بالتدريب عقب اعتزاله ودرب العديد من الأندية المصرية والعربية، منها طنطا وسموحة وبتروجيت ودارنس الليبي، كما نجح مع منتخب الشباب في الفوز بكأس إفريقيا عام 2013 وتأهل معه لنهائيات كأس العالم في تركيا عام 2013، ليبقى النجم الخلوق أحد أهم وأبرز نجوم الكرة المصرية على الإطلاق.